خير الأيام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين متابعي قناة الإمام المهدي الفضائية، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وأيضا نرحب بضيوفنا الكرام، فأهلا ومرحبا بكم أعزائي الضيوف. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في خطبته التي استقبل فيها شهر رمضان حيث قال: وأنفاسكم فيه تسبيح. شيخنا، يعني بلي، ما هو التسبيح؟ أحسنت، سأل أخوكم روح الله يقول ما هو التسبيح. التسبيح هو تنزيه الله عز وجل، يعني أن الإنسان إذا قال سبحان الله ينزه الله عن كل ما لا يليق به، يعني يعظم الله. وهذا أيضا ورد عن الإمام علي عليه السلام حيث قال في تفسير معنى سبحان الله، يعني سألوه ما تفسير سبحان الله، يعني شنو معناه، فقال عليه السلام: هو تعظيم جلال الله عز وجل وتنزيهه. يعني أن قول الإنسان سبحان الله هو تعظيم لله عز وجل عن كل ما لا يليق به من الصفات. وثواب التسبيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من قال سبحان الله وبحمده كتب الله له ألف ألف حسنة. يعني ألف في ألف يصير مليون حسنة بمجرد هاي الكلمات القليلة سبحان الله وبحمده. وأيضا ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. فالمؤمن الذي يكون صائما في شهر رمضان أنفاسه تحصل على هذا الثواب العظيم. وأول من سبح لله عز وجل هم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني هم أول من ابتدأ بالتسبيح، أول من نزه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به. وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وآله قال: كنا أنوارا حول العرش فسبحنا، فخلق الله الملائكة فسبحوا. يعني الملائكة أخذت التسبيح من آل محمد عليهم السلام، يعني مو من تلقاء أنفسهم كانوا يسبحون. لأن في رواية ثانية أنه قال لهم الله عز وجل سبحوا، قالوا لا نعلم، فعلمهم آل البيت عليهم السلام هذا التسبيح فسبحوا الله عز وجل ونزهوه عن كل ما لا يليق به. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: كنا أنوارا حول العرش نسبح الله ونقدسه حتى خلق الله سبحانه الملائكة فقال لهم سبحوا، فقالوا يا ربنا لا نعلم، لا علم لنا، فقال لنا سبحوا فسبحنا. يعني قال للنبي وآل البيت عليهم السلام، قال لهم الله عز وجل سبحوا، فسبحوا فسبحت الملائكة لتسبيحهم. يعني الملائكة أيضا لم تكن تعلم معنى التسبيح حتى علمهم النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته. إذن فثواب التسبيح ثواب عظيم، وأول من سبح لله عز وجل ونزهه عن كل ما لا يليق به هم محمد وآل محمد عليهم السلام. شيخنا بلي تفضل. ما هو أفضل تسبيح؟ أحسنت، سأل أخوكم روح الله ما هو أفضل تسبيح في هذا الشهر حتى نحصل على ثواب أزيد وثواب أعظم إن شاء الله تعالى. فمنه اللي يقدر يجاوبنا على هذا السؤال؟ شيخنا بلي تفضل. تسبيح الزهراء عليه السلام هو أفضل تسبيح نقدر نسبحه بهذا الشهر الكريم. أحسنت، جاوب أخوكم مصطفى يقول أن تسبيح فاطمة الزهراء عليه السلام هو أفضل تسبيح، وهذا ما يؤيده حديث الإمام الباقر عليه السلام،
قال ما عبد الله ما عبد الله بشيء من التمجيد أفضل من تسبيح فاطمة عليه السلام، يعني أفضل ما يمكن أن يمجد به الله عز وجل هو تسبيح فاطمة الزهراء عليه السلام، وثواب هذا التسبيح أفضل من ثواب 1000 ركعة، يعني ثواب اللي يسبح تسبيحة فاطمة الزهراء عليه السلام هو أفضل من ثواب صلاة 1000 ركعة، يعني الإمام كان يصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة، فالإنسان يحاول أن يوصل إلى ما وصل إليه الإمام، هم يريد يصلي 1000 ركعة، فالإمام عليه السلام يقول أكو ما يعادل هذه الصلاة اللي هو تسبيح فاطمة الزهراء عليه السلام، فثواب تسبيح فاطمة الزهراء عليه السلام هو يعادل 1000 ركعة، وهذا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال تسبيح فاطمة الزهراء عليه السلام بعد كل صلاة أحب إلي، يعني إلى الإمام الصادق، ومثل ما تعرفون أنه إذا هو كان محبوب عند الإمام الصادق فهو محبوب عند الله عز وجل، وإذا محبوب عند الله فهو محبوب عند الإمام الصادق عليه السلام، فبعد كل صلاة إذا سبح الإنسان تسبيح فاطمة الزهراء هذا يكون أحب إلى الإمام الصادق عليه السلام من صلاة 1000 ركعة، يعني أفضل من أن يصلي الإنسان صلاة 1000 ركعة هي بمجرد أن يسبح تسبيح فاطمة الزهراء عليه السلام بعد هذه الصلاة بعد كل صلاة فريضة، فيكون هذا ثوابه أعظم من صلاة 1000 ركعة. وأيضا ورد في ثواب تسبيح فاطمة الزهراء عليه السلام عن الإمام الصادق أنها توجب الجنة، فالإنسان إذا سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليه السلام بعد كل صلاة وجبت له الجنة، وأفضل ما يسبح به هذا التسبيح هو تربة الإمام الحسين عليه السلام، يعني تؤخذ من طين أرض كربلاء وتجعل كمسبحة، مسبحة تصير من طين، فأفضل ما يسبح به تسبيح الزهراء عليه السلام هو هي التربة المأخوذة من قبر الإمام الحسين، يعني من أرض كربلاء. بل تفضل. شلون نسبح تسبيحة فاطمة الزهراء؟ أحسنت. يسأل شلون نبدأ شلون نسبح، يعني ما هي كيفية تسبيح فاطمة الزهراء؟ تفضل. أول شيء نسوي 34 الله أكبر. أحسنت. و33 الحمد لله. أحسنت. 33 سبحان الله. أحسنت. إذن جواب أخوكم مصطفى يقول أنه كيفية التسبيح هي 34 الله أكبر و33 الحمد لله و33 سبحان الله. إذن التسبيح بمسبحة من قبر الإمام الحسين عليه السلام لها ثواب عظيم، بل أن يعني بمجرد أن أنت ماسكها بإيدك هي يكتب لك ثواب التسبيح، يعني ما تسبح عن الإمام وارد عليه السلام يقول أنت بمجرد أنه مخليها بإيدك هيك يكتب لك ثواب التسبيح بمجرد أن تدير المسبحة، فهذا كله لشرف تربة الإمام الحسين عليه السلام، فإذن ثواب التسبيح ثواب عظيم، وخصوصا إذا كان تسبيحة الزهراء عليه السلام، وأيضا إذا كان من طين قبر الإمام الحسين عليه السلام. إذن أعزائي المشاهدين بهذا ينتهي حديثنا لهذا اليوم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيامك خير الأيام يا رمضان، يا شهر الصيام وقيام يا رمضان.